فتعالى فعلا في البدايه نعرف منك ايه هو الضغط الماسي، عشان انا متاكد ان مش كل الناس عارفاه. تمرين الضغط الماسي، ايدك بتبقى على شكل ماسه. ده تمرين الدايموند. ايدك على شكل ماسه. اوكي، بس يعني كده. ايه على شكل ماسه تقصد ايه؟ انت بتاخد يعني بيبقى وضع جسمك. هو وضع الضغط العادي اللي هو اللي احنا شايفينه ده. الفرق بين الفرق بينه وبين الضغط العادي انك ايدك بتبقى على شكل ماسه. اوكي، يعني ايدك لازقين، مش ان هم بعاد عن بعض. بالظبط. تمام كده بتبقى درجه الصعوبه اكبر يعني. يبقى كل التركيز كله على عضله الترايسبس. طيب الفكره جات لك ازاي يا محمد؟ يعني انت دلوقتي كنت بتقول لنا قبل في الفاصل، يعني كنت بتقول لنا ان انت لسه حصل عليها من شهر تقريبا، حاجه قليله جدا. 2020 بديت 2020 قدمت. شفت فيديو لشاب صيني كان مسجل 88 عده في الدقيقه. المهم عجبتني الفكره، حبيت اعمل التجربه، سجلت 85 عده في الدقيقه. المهم استمريت على التمرين دوت. يا معلش، اول مره جربت خالص 85 عده في الدقيقه. يعني انت عديته اصلا وانت لسه ما كنتش مرنت؟ لا، هو كان جايب 88. سجلت 85. طيب فرق 3 برضو ده. اشتغلت على نفسي اكتر الفتره اللي فاتت، سجلت 90 91 92 93 عده في الدقيقه. المهم بعت طلب لجينيس، الطلب استغرق 3 شهور على ما تم الرد. جاني الرد ان انا ايه، ابعت الادله. المهم ليا صديق من محافظه الوادي الجديد اسمه محمود ايوب، وحصل على شهادات كتير في موسوعة جينيس، شاب متفوق جدا ونموذج مشرف. المهم هو اللي ساعدني في كتابه التقارير المتعلقه بالرقم، وبعت الادله يوم 18 مارس الفيديو والادله. جاني الرد يوم 10/6 ان انا اصبحت حامل رقم قياسي في موسوعة جينيس. ايوه، وان شاء الله في ارقام تانية برضو باذن الله هكسرها برضو في تمارين الضغط برضو. في حد جه؟ طيب يا محمد، في حد جه من اللجنه؟ في حد جه من يعني؟ لا الادله رائب من لا الادله احنا بنبعتها على موقع فيديوهات بس. فيديوهات وتقارير. اوكي، ولازم تاكدوا ان الفيديوهات دي مش متمنتجه، لازم تبقى موجوده على بعضها. بيرجعوها هناك. العدات ورا بعض يا فندم. انا بصور من جنبين، من الامام ومن الجنب. اوكي، وقفوا. محمد بيتكلم، انا افتكرت الحلقه، فاكر الحلقه اللي نزلت عملت فيها 5-6 عدات كنت هتوقف. ما تجرب كده. لا، كل سنه وانت طيبه. ضغط الماسي يا كريم. لا جرب والله، يمكن تعمل 3. ده انت شفت مع الاستمرار يا فندم، مفيش حاجه صعبه. شفت اهو.